السلام عليكم. دلوقتي هنتكلم عن الباكر سيرفيس الخاص باللور 6. انا عارف ان انتوا شطار وسمعتوا الكلام وكتبتوا لي في الكومنتس كلمه السر الخاصه بكل اسنان من اول ابر سنتر انسيزور لحد اللور 6 اللي احنا هنتكلم عنه النهارده. كلمه السر اللي احنا قلناها يعني عشان بامر الله عز وجل هتفرق معاكم جدا في التجمعات اللي احنا بنعملها, والموضوع حقيقي فعلا لما تمشوا بيه بالطريقه بتاعتنا. انا بوعدكم ان شاء الله بامر الله عز وجل ان شاء الله ان شاء الله هتقدروا تجيبوا الفول مارك وتجيبوا A+ في الماده دي, امتياز يعني ان شاء الله, والدنيا معاكم هتبقى سهله وسلسه ولذيذه. دلوقتي هنمشي على السكيمة اللي احنا حاطينها للمولرز. سكيمة المولرز هي نفس سكيمة البري مولرز مع اختلاف بسيط, هو الخمس نقاط اللي احنا كلمنا عليهم في الروتس. فكرك تاني بالسكيمة. السكيمة دي انا عملت لها محاضرة خاصة بيها قبل ما ابدأ دنتيشن 2, قبل بري مولرز عملت محاضرة كده صغيرة عن السكيمة, سكيمة البستيريتيس, وشرحتها لحضرتك. اول حاجه هنتكلم في السكيما عن الكراون ثم الروت. في الكراون هنتكلم عن ثلاث حاجات: الجيومتري اقرب شكل هندسي يحتوي السطح, السطح ككل شكله عامل ايه, شبه المثلث, مربع, ثلاثي, خماسي, شبه ايه, مستوازي الاضلاع عباره عن ايه, اللي انت شايفه ده اول حاجه. تاني حاجه, كل ضلع من الاضلاع الشكل الهندسي ده مدلوله ايه, يعني انا بقول لك ان هو وليكن ترابيزويدال, كل ضلع من اضلاع الترابيزويدال ده حضرتك شايفها ازاي, ده تاني حاجه اللي هو الاوت لاينز. بس لما تيجي تكلمني عن ميزال ديستال هتقول لي with reference to contact area, انا بكلمك عن الباكر سيرفيس ميزال ديستال فين الكونتاكت اريا بتاعتي, وسيرفايكال واوكلوزال هتكلمني عن بالذات الاوكلوزال الريفرنس بتاعك هيكون عدد الكظبات, شكل كل كظب بالنسبه للتاني ايه, ترتيبهم من حيث الحجم, الكظب تب بتاعتها, الكظب تب انجل عباره عن ايه. كنا بنتكلم في البريمولر كنا بنقول اللوكيشن لانه كان كظب واحد, كنت اقول لك الكظب تب دي في النص ولا مشفته ميزيال ولا مشفته ديستال. فاكرين الخيط اللي كنا بنشده واحط لك الكظب تب في النص وشفته لك ميزيال او شفته لك ديستال, ده كان في البريمولرز لانه كظب واحد, لكن هنا عندي كظبين مش هعرف اعمل الحكايه دي. لكن هقدر اقول لك ايه, ان الكظب تب دي يا دكتور والله الانجل بتاعتها رايت انجل ولا الانجل بتاعتها اوبتيوز انجل ولا ايه. عموما الكظب كل ما يبقى برود كل ما يكون واسع فالانجل بيكون اوبتيوز من غير تفكير ومن غير ما تقعد تحفظ. كل ما يكون الكظب ده واسع برود كل ما الانجل دي هتكون اوبتيوز. يعني ايه انجل؟ يعني ايه كظب تبقى انجل؟ اي كظب ده اي انجل في الدنيا هي نقطه ليها ضلعين طالع منها ضلعين, ما ده الزاويه راس الزاويه وضلعين, فده كظب اهو. الكظب تبقى انجل يعني الزاويه اللي ما بين الضلعين دول اللي هم الميزيال والديستال كظب سلوب عباره عن ايه, رايت انجل لو كان الكظب ده صغير نارو, او اوبتيوز انجل يعني زاويه منفرجه لو كان الكظب ده وايد. تمام جدا تمام جدا يا دكتور. فدي من ضمن الحاجات. يبقى انا عايز اقول لك عدد الكظبات كام, اشكالهم احجامهم وترتيبهم بالنسبه لبعض, اي حاجه مميزه في اي حد فيهم. الكظب تب انجل عباره عن ايه, ده نفس الكلام اللي احنا هنقوله ان شاء الله بامر الله عز وجل في لما نيجي نتكلم عن الاوكلوزر اوتلاين. ثم نتكلم عن سيرفس اناتومي, هنتكلم عن الفيشن ودبريشن وشيب, وبعد كده ننزل للروت. خمس نقاط اتكلمنا عليهم في الابر واتكلمنا عليهم في الابر 6 و7 الابر مولرز تحديدا. اول حاجه اللينس اللي هو التوايز ذان الكراون, ثم الفاكرين كلمه الدايفرجنس كلامنا اتكلمناه في مقدمه عيله المولرز, قلت لك مصطلحين جداد الدايفرجنس والانكلينيشن. دايفرجنس يعني روتس بعيده عن بعضها ولا عباره بارل كده بارل كده كونفرج كده دايفرج, قلت لك ان الدايفرج ده قاعده ثابته في ال6 اكبر ما يمكن, في ال7 بيقل شويه, في ال8 بيقل خالص. نفس الكلام اللي قلناه في الابر هو نفس الكلام اللي في اللور هيتكرر, يبقى الدايفرجنس انت عارفه. الاكسس او الانكلينيشن انا كده واقف ستريت, انا كده مايل شويه, انا كده مايل يمين او كده مايل شمال. فبنقول لك ان كل المولرز عندهم ديستال انكلينيشن بس على عكس الدايفرجنس. الدايفرجنس اكبر ما يمكن في ال6 ثم بيزيد ثم بيقل في ال7 وال8, الانكلينيشن العكس هو موجود في ال6 بس بيزيد في ال7 وال8. يعني مين اكبر سن عندها دايفرجنس؟ ال6. مين اكبر سن عندها انكلينيشن؟ ال8. والعكس بالعكس. مين اقل سن عندها دايفرجنس؟ ال8. مين اصغر سن عندها من اصغر سن عندها انكلينيشن؟ هو ال6. فاكرين يعني انتوا ركزوا في الكلام لان الموضوع سهل جدا, بس يعني محتاج بس ان انت تبقى انت فاهم انت بتقول ايه بس مش اكتر. يبقى انا يعني الاكسس ده او الانكلينيشن عكس الدايفرجنس, الاكسس بيزيد من ال6 لحد ال8 والدايفرجنس بيقل من ال6 لحد ال8. طيب الترانك, الترانك يعني الانديفايدد بورشن مقدره قد ايه؟ كنا بنتكلم في الابر 6 كنت بقول لك ان اكبر ترانك اكبر حجم ترانك اللي هو انديفايدد كان في الديستال ثم البقل ثم الميزيال, كان الديستال 5 والبقل 4 والميزيال كانوا
ثلاثة، صح الكلام ده؟ صح يا دكتور. كده تقريبا انا عدت لحضرتك السكيما مره كمان، بس بذكرك بيها سريعا كده عشان حضرتك تبقى متخيل. المعلومات الخمسه اللي موجودين في الروت دول موجودين في السكس، موجودين في السيفن، موجود في الابر سكس، وموجودين في الابر سيفن. زي نفس النقاط، يعني في حاجات مشتركه في كل المولرز. فاكرين المقارنه اللي عملناها بين الديستال وبين الديستال والميزيال؟ تسع نقاط بيتكرروا هما نفسهم. نفس النقاط دي موجوده في الفرق بين الديستال والميزيال بتاع الابر سكس، الديستال والميزيال بتاع الابر سيفن، الديستال والميزيال بتاع اللور سكس، والديستال والميزيال بتاع اللور سيفن. نفس النقاط اساسيه، نفس نقاط الروت مشتركه في كل الاسنان المولرز، الابر 6 الابر 7 اللور 6 اللور 7. نفس النقاط الخمسه بتوع الروت دول بيتكرروا تاني، يعني في حاجات اساسيه بتتكرر، نقاط الروت ونقاط المقارنه اللي موجوده بين الديستال والميزيال. تاني عمال اكرر لك المعلومه وبفكرك بها اكتر مره عشان حضرتك تاني كاني بذاكر لك مره واتنين وبراجع لك مره واتنين وانا بشرح. ده بيطول وقت المحاضره، لكن والله بيعود عليكم بالفرق. يعني انتوا ان شاء الله باذن الله عز وجل هتقدروا حقيقي تعرفوا يعني اهميه الكلام ده لما تيجوا تراجعوا، ولما تيجوا تحلوا، ولما تيجوا تحلوا في الامتحان الفاينل وتفتكروا المعلومات دي وتلاقوا الدنيا ماشيه سهله ولذيذه ان شاء الله تعالى. طيب جيومتري، حضرتك تتوقع ان في جديد الجيومتري بتاع الابر 6 الباكل سيرفيس، الجيومتري بتاع الابر 7 الباكل سيرفيس، الجيومتري بتاع اللور 6 اللور 7، الابر 4 الابر 5 اللور 6 اللور 4 اللور 5 هو الوحيد اللي كان استثناء اللي احنا كنا بنقول عليه سكوير ان شيب، لكن كل دول ترابيزويد شورت اوف ان ايفن سايز لوكيت السيرفايكال. في اي اختلاف؟ لا. كان الفرق اقول لك ان هو رافلي ترابيزويدال لكنه ليس انجولار شويه. مثلا 4 و 5 كنت اقول لك ان هو في ال 4 رافلي ترابيزويدال انجولار، لدرجه ان كنت اقول لك عليه في بعض الناس يقولوا عليه بنتاجونال. في ال 5 قلت لك ان هو ليس انجولار، او ما فيش فيه الانجولار الانجلز دي مش موجوده في الفايف مقارنه بالفور. انا بقول ايه؟ انا بقول الفرق بين الفور الابر فيرست بري مولر والابر سكند بري مولر. البري مولرز دكاتره نفس الكلام بيتكرر تاني في المولرز. اللور 6 عندي هنا وكان الابر 6 وكان الابر 7 كلهم ترابيزودال شورت ان ايفن سايد از لوكيتد سيرفايكالي، يعني ضلعين متقابلين غير متساويين في الطول، الصغير فيهم هو السيرفايكال بارت او السيرفايكال لاين، هو الجزء ده هو الصغير. نفس الكلام بيتكرر ما فيش اي مشكله خالص ترابيزويد. طيب المعلومه الاساسيه ان الميزيوديستال دايمنشن هيكون اكبر بكتير جدا من الباكولينجوال. لما نيجي نقارن الكلام ده لما نيجي نقارن في الاوكلوزر هنشوف الموضوع ده جليا جدا، لكن دلوقتي حضرتك واخد بالك ان دي اكبر اعرض سن اعرض سنه بالنسبه للميزيوديستال دايمنشن عدت علينا لحد النهارده بسبب كلمه السر ديستال كازم. كل ده عرض لي وتخن لي قوي الميزوديستال دايمنشن او الميزوديستال دايمتر اللي موجود عندي في اللور 6 زي ما حضراتكم شايفين. عظيم عظيم. طيب طبعا بما لا يدع مجالا للشك ان حضرتك بما ان قلت لك الكلام ده قبل كده، ثبت الكونتاكت اريا دي، السنه لازم تكون كونفكس عند الكونتاكت ولازم تكون بارز عند الكونتاكت. فدايما دايما دايما لو حضرتك قست الميزوديستال دايمتر من عند الكونتاكت هيبقى اكبر بكتير لما تقيسه من تحت. لو انا قلت لك ان هو شورت اوف ان ايفن سايز لوكيت سيرفايكال ده بقى اصغر، طب ليه عريض عند الكونتاكت؟ انت قلت هو عند الكونتاكت عشان تعمل كونتاكت. انا لو واقف مستقيم كده هعمل كونتاكت مع اللي بره ازاي؟ فانا لازم اميل ناحيه بره شويه. يعني تعالى نتخيل مع بعض دي كده مستقيمه، هعرف اعمل كونتاكت؟ انا كده مش هعمل كونتاكت اريا، انا لا اما التحم بالكامل لا اما مش هيبقى فيه كونتاكت خالص. لكن لما اعمل ده كده، لما اعمل ده كده واقوم عامل ده كده، يبقى انا كده في عندي كونتاكت بين الاثنين مع بعض. منطقه الالتحام هي منطقه دي، منطقه الكونتاكت دي بس، كونتاكت اريا بس في الحته دي. طب ايه اللي ساعد على حصول هذه الكونتاكت؟ انه في كونفكس والماكسيمم دايما بيكون عند الكونتاكت اريا. ولذلك بعد ما نخلص الجيومتر على طول بنقوم داخلين في الاوتلاينز. بقول لك ايه؟ اول ما ندخل في الاوتلاينز بقول لك ايه؟ بقول لك ثبت الكونتاكت قبل اي حاجه. بقول لك ثبت الكونتاكت. انت بتقعد تتلخبط مين كونفكس ومين كونكيف ومين كونفي، وانا متلخبط وكان هو كان قال لي ستريت ولا كان قال لي، وبتقعد تتلخبط صح. انا بقول لك اولا هو كونفكس عند الكونتاكت، ثم فكر في الباقي. تاني يا دكاتره، اي مولر بينطبق عليه اي مولر واي بري مولر، الكلام ده عند السنان اللي عندها كثبات، الكلام ده عند السنان اللي عندها كثبات. الكونتاكت دايما في النص، ومن الكونتاكت الكثب تب ده اسمه كثب سلوب او كثب ريدج، واما من الكونتاكت للسيرفايكال لاين ده اسمه اوت لاين. يبقى تاني يا دكاتره، اي سنه عندها كثبات سواء كان كثب واحد او اكتر بري مولرز او مولرز او حتى كناين، لو انا في الانتيوريتيز كنت بقول لك ميزيال اوت لاين وديستال اوت لاين وبس، ما كنتش بتسمع اي حاجه تانية. هو ميزيال اوت لاين كله وديستال اوت لاين كله، لكن لما ظهر لي كثب وما عادش عندي انسايزال ايدج او انسايزال ريدج المصطبه اللي كانت موجوده عندي في الانتيوريتيز، اصبح عندي حته بروز كذب. قلت لك ان الامر عندي ما عادش هيبقى اسمه كله ميزيال اوت لاين ولا ديستال اوت لاين، امال ايه؟ قول لي ان الكونتاكت دي نقطه بين منطقه الوسطى ما بين الجنه والنار، ومن الكونتاكت اريا للسيرفايكال لاين ده تحت اسمه اوت لاين،
من الكونتاكت للسيرفايكال لاين اسمه اوت لاين، ومن الكونتاكت للكسب تب اسمه، من الكسب تب اسمه كسب ريج او كسب سلوب. يبقى تاني تحت سيرفايكال لاين يبقى من الكونتاكت لللاين اوت لاين، من الكونتاكت لللاين اوت لاين، وفوق كسب تب من الكونتاكت للكسب تب كسب سلوب. يبقى اللي فوق ده اسمه ميزيال كسب سلوب او ميزيال كسب ريج، ومن الكونتاكت اللي تحت اسمه ميزيال اوت لاين. اما كله على بعضه ما ينفعش تقول ميزيال اوت لاين، يبقى كله ميزيال اوت لاين امتى؟ لما يبقاش في كسب اصلا. الكلام ده في الانتيريور تيس. خلاص خلاص، يبقى اول حاجه تثبتها لي هو كونفكس عند الكونتاكت، وانا لسه شرحها لك، ما انا لسه عامل لك الرسمه اهي، قلت لك لازم يبقى في كونفكس عند الكونتاكت. يبقى كونفكس عند الكونتاكت وفكر في الباقي، كونفكس عند الكونتاكت وفكر في الباقي. ايه الباقي ده؟ اللي فوق الكسب ريج واللي تحت الاوت لاين، اللي فوق الكسب سلوب واللي تحت الاوت لاين. عظيم عظيم. انا حليت لك مشكله الكسب سلوب وجمعتها لك في التحشيشه. فاكر التحشيشه بتاعت الحرف ال والبتاع المظله اللي كانت فوقه واللور فايف اللي كان لوحده منفصل، قلت لك ان ده العاقل اللي مش شبه حد، الستريت ستريت. فكرة وقت التشيد جمعتها لك، السلوبس مش الاوت لاين، جمعت لك السلوبس صح. ولما جيت بعد كده قلت لك في المولرز كلهم كونفكس 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 صح كده. انا جمعت لك قبل كده السلوبس فقره وقت التشيت يا دكتور. عظيم عظيم. يعني انا خلصت لك الجزء اللي فوق، المولرز كلهم الكسب سلوب بتاعهم كونفكس كونفكس كونفكس، والبري مولرز والانتي والكناين انا عملتهم لك فقره وقت التشيت، يبقى انت ما عندكش حجه، انا كده كده عملتها لك قبل كده. طيب الكونتاكت اريا موجوده فين؟ عملت لك فقره وقت التشيت، جمعت لك كل اماكن الكونتاكت اريا في الانتيريور تيس وبالبري مولرز والمولرز، وقلت لك الميزيال في كل المولرز عند الجنكشن بين الاوكلوزال والميدل، والديستال عن في كل المولرز عند الميدل اوف ميدل، قاعده ثابته. يبقى انا عملت لك فقره وقت التشيت، جمعت لك فيها كل الكاسب سلوب بتاعه كل المنهج انتيريو وبري مولر ومولر، انتيرو بريمولر ومولر، وعملت لك فقره وقت شيت جمعت لك فيها كل الكونتاكت اريا في كل منهج انتيرو بريمولر ومولر. دلوقتي جاي الدور على من الكونتاكت لتحت، من الكونتاكت لتحت دي اسمها يا دكتور اسمها الاوت لاين، من الكونتاكت لتحت اسمها الاوت لاين. هعمل لك دلوقتي فقره وقت شيت تجمع لك كل الاوت لاينز في كل منهج، ويبقى انت كده خدت مني حاجات كتير جدا، هتسهل عليك قوي 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 تذكر اي سنه حضرتك بتتكلم عنها. يعني الغصه اللي بتبقى يعني في حلقه اي حد فيكم وهو بيذاكر الدنتيشن ان انا افتكر الكلام اللي شبه بعضه، اللي ملخبط ده كونكيف وكونفكس وستريت والكلام ده. عظيم عظيم. تعال نبدا. انا دلوقتي هعمل ايه يا دكتور؟ فقره هوات التشيت، فقره هوات التشيت هنتكلم فيها عن ايه؟ كل الاوت لاينز في كل المنهج. وعملت لك قبل كده فقره هوات التشيت كل الكونتاكت في كل منهج، وزود انا عملت لك انتيرو بريمولرز، انتيرور اللي هو الانسايزر والكناين والبريمولر، وزود عليهم الكونتاكت بتاعت المولرز اللي هم سهلين الميزيال عند الجنكشن وديستال ميدل اوف ميدل، وعملت لك فقره وقت التشيت للسلوبس انتيرو بريمولر، وزود عليهم السلوبس بتاعت المولرز كلهم كونفكس ورايح دماغ. طيب دلوقتي هكلمك عن الكونتاكت اريا، هكلمك عن الاوت لاينز في البكال سيرفيس لكل الاسنان. تعال نبدا باول حاجه الابر سنترال، ثم اللاترال، ثم الكناين، ثم الفور والفايف، ثم السكس والسيفن. ده في الابر، تمام؟ ده في الابر يا دكتور. عظيم عظيم. هناخد تحت السنترال لاترال كناين الفور الفايف وبعد كده السكس والسيفن يا دكتور. يبقى انا كده جمعت لك كل الاوت لاين والايت كمان لو عايز تحطهم كده كل الاوت لاينز ان شاء الله. هما فين؟ ما هنكتبهم دلوقتي، اصبر. طيب اول حاجه يا دكتور هنتكلم على الاوت لاين، بتكلم على الاوت لاين مش الاسلوب. لما كنت بكلم لك على الاسلوب كنت بعمله لك كده ميزيال اسلوب وديستال اسلوب اللي هو ام اس ودي اس، فاكر؟ فاكر. لكن هنا انا مش هكتب ام اس، هكتب لك ام او ميزيال اوت لاين ودي او ديستال اوت لاين. خلاص يا دكتور؟ خلاص. يبقى انا هقول لك ميزيال اوت لاين وديستال اوت لاين. ماشي يا دكتور؟ ماشي. السنترال كان الميزيال اوت لاين بتاعه كونفكس والديستال اوت لاين بتاعه مور كونفكس، صح؟ صح. تاني يا دكتور الله يكرمك، تاني الله يكرمك، كان الميزيال اوت لاين كونفكس في الابر سنترال والديستال اوت لاين مور كونفكس. الابر لاترال الميزيال اوت لاين زي نهون زي زي السنترال، ميزيال اوت لاين كونفكس والديستال اوت لاين مور كونفكس. ها ميزيال اوت لاين كونفكس والديستال اوت لاين مور كونفكس، ابر سنترال ولاترال. خلاص خلصناه. طيب لور سنترال ولاترال، ميزيال اوت لاين ستريت، ديستال اوت لاين ستريت، ميزيال اوت لاين ستريت، ديستال اوت لاين ستريت. وعشان نفرق لك بين الابر واللور خلينا نعملهم لك بلون مختلف. ميزيال اوت لاين ستريت، ديستال اوت لاين ستريت. ماشي يا دكتور؟ ماشي يا دكتور. ادي بالنسبه للسنترال. طيب بالنسبه لللاترال زي ايه؟
ايه زي دي؟ يعني الميزيال اوتلاين ستريت والديستال اوتلاين ستريت. يبقى تاني انا كده خلصت لك الانسايزور ابر كوم الابر الميزيال كونفكس والديستال مور كونفكس. انا باصص بكل اللور الميزيال ستريت والديستال ستريت. عظيم عظيم خلصت كده الانتيوريتيز اللي هو الانسايزورز. تعال على الفور والفايف كلهم كونكيف. فور وفايف ده كونكيف ميزيال اوتلاين كونكيف وديستال اوتلاين كونكيف. في الفور والفايف مع بعض ميزيال اوتلاين كونكيف وديستال اوتلاين كونكيف في الابر وفي اللور زيه ميزيال اوتلاين. فور وفايف مع بعض ميزيال اوتلاين كونكيف ديستال اوتلاين كونكيف. تمام تمام. يبقى انا كده فقره وقت تشييد بجمع لحضرتك مين؟ بجمع حضرتك الاوتلاينز ميزيال وديستال وانا باصص بكل. عظيم عظيم كده خلصت لحضرتك مين ومين لحد دلوقتي؟ خلصت لحضرتك الانسايزرز ابر ولور والفور وفايف ابر ولور. عظيم عظيم. طيب يفضل لي مين؟ يفضل لي الكناين. الكناين اللي هو اخونا الكناين ده. الكناين ده يقول لك والله يا جماعه انا مش هزعل جيراني. مش هزعل مين؟ مش هزعل جيراني. يعني ايه؟ انا همشي قاعده النص بالنص. ايه النص بالنص دي؟ نص الميزيال هبقى زي الانتيرير ونص الديستال هبقى زي البريمولرز. يعني ايه؟ يعني الميزيال اوتلاين بتاعي هبقى كونفكس زي الانتيرير تيس اللي قدامي ونص الديستال هيبقى كونكيف زي الرجاله اللي ورايا. انا مش هزعل جيراني. مين اللي قال الكلام ده؟ الكناين ابر ولور. اللور كناين هيقول لك انا الميزيال اوتلاين بتاعي شبه الرجاله اللي قدامي اللي هم الستريت. يبقى الميزيال اوتلاين بتاعي ستريت زي الانسايزر الرجاله اللي قدامي والجيراني اللي ورايا مش هزعلهم. الديستال اوتلاين بتاعي هيبقى كونكيف. هيبقى كونكيف. عظيم عظيم. طيب ده بالنسبه للابر كناين واللور كناين. طبعا اللور كناين نوعا ما يعني الديستال اوتلاين بتاعه بيكون كونكيف بعد كده كونفكس كونكيف بعد كده كونفكس. ولكن عشان التحشيشه تمشي يعني بنقول ان هو النص الاولاني بتاعه ستريت والنص الثاني بتاعه كونكيف. يبقى لحد دلوقتي خالص انا خلصت لك كل الانتيروتيز والبريمولرز بالكامل. القاعده بتاعتهم في الاوتلاينز الابر سنتر وابر لاتر الاثنين كونفكس الميزيال والديستال مور كونفكس. اللور انسايزر الميزيال ستريت والديستال ستريت. ادي الانتيروتيز الانسايزر. تعالى سيب الكناين دلوقتي ارجع على البريمولرز 4 و5 كلهم كونكيف. ابر ولور كونكيف كونكيف كونكيف. ميزيال اوتلاين كونكيف وديستال اوتلاين كونكيف. مش بكلمك عن السلوب بكلمك على اوتلاين. ثم الكناين. الكناين قال لك انا واقف في منطقه وسطى بين الجنه والنار مش هزعل جيراني. نص الميزيال هيبقى زي اللي قدام نص الديستال هيبقى زي اللي ورا. يعني هتعمل ايه؟ نصك الميزيال هيبقى كونفكس في الابر وكونكيف في اللو في الميزيال بتاعه هيبقى كونكيف. هيبقى الميزيال بتاعه هيبقى كونفكس في عشان جيرانه اللي هم الانسايزر الابر سنتر ولاترال في الابر والديستال بتاعه هيبقى كونكيف زي الفور والفايف اللي وراه. طب اللي تحت قال لك انا النص اللي قدام شبه جيراني. جيرانك مين؟ اللور انسايزر كانوا ايه؟ ستريت. انا كمان الميزيال بتاعي هيبقى ستريت والديستال بتاعي هيبقى كونكيف زين كونفكس عشان ما ازعلش جيراني اللي هم اللور بريمولرز. طيب يفضل لي مين؟ يفضل لي 6 و7 والايه ابر ولور. القاعده بتاعه 6 و7 فقره وقت التشييد القاعده بتاعه المولرز عموما كانت عباره عن ايه؟ انت فاكرها دلوقتي حالا. خط عامل كده وخط عامل كده وخط عامل كده وقلت لك هنعمل المصطبه شيب. هبدا من تحت ميزيال ثم ديستال واقوم حاطط فوق الديستال ميزيال ثم ديستال واقول لك ان ده هو اللور واقول لك ان ده هو الابر. يعني ايه؟ يعني اللور الميزيال بيكون كونكيف والديستال ستريت وفي الابر الميزيال بيكون ستريت والديستال كونفكس. الميزيال بيكون ستريت والديستال كونفكس. قاعده واحده مجمعه لكل المولرز. الابر مولرز الميزيال دايما ستريت والديستال دايما كونفكس. اللور مولرز الميزيال دايما كونكيف والديستال دايما والديستال دايما ستريت. الديستال دايما ستريت. يبقى كونكيف ستريت ثم ستريت كونفكس. هي دي القاعده بتاعتنا. يبقى انا دلوقتي حضرتك من شويه كلمات بسيطه فقره هوات التشييد قدرت اجمع لك كل الاوتلاينز اللي موجودين في كل المنهج قاطبه بالنسبه للبكال سيرفيس في الانتيريتيس والكناين والبريمولر. حضرتك مالكش حجه انك تعمل حاجه واحده بسيطه تكتب ورايا فقره هوات التشييد دي عشان تجمع بيها كل الكلام اللي احنا قلناه. يبقى تاني يا دكاتره اللهم صل على محمد صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. احنا بنعمل لمصلحتكم شويه مجهود زياده شويه وقت اكتر شويه محاضره بتطول معايا لكن انت الكسبان انت المستفيد عشان خاطرك انت مش عشان خاطري انا. انا كده كده ما حدش هيمتحني انت اللي هتمتحن. تمام هيمتحنوني في الدراسات العليا لكن انت مش هيمتحنوك مش لكن انا مش همتحن في الامتحان بتاعك ده. يبقى انا كده جمعت لحضرتك القاعده عشان بس اكون منصف
وعشان يعني برضو اكون قلت لك المعلومه كامله ما اكونش خبيت عليك حاجه خالص، زي ما انا قلت لك اللور كاناين الديستال بتاعه كونكيف زين كونفكس. هقول لك حاجه، فاكر التلات اضلع دول؟ انا فاكرهم يا دكتور. اللي في النص ده اسمه الستريت، وده هو الكونكيف، وده هو الكونفكس، صح كده؟ صح. وقلت لك هبدا باللور تحت ميزيال ثم ديستال، وبعد كده هكمل الابر ميزيال ثم ديستال، ده في الابر، صح كده؟ صح. وقلت لك ان اللور الميزيال بتاعه بيكون كونكيف والديستال بتاعه بيكون كونفكس، بيكون ستريت، اما الابر الميزيال بتاعه بيكون ستريت ثم الديستال بتاعه بيكون كونفكس. احيانا احيانا يعني اللور مولرز يقول لك انا ماليش دعوه يا لمبي، انا عايز ابقى زي اللي فوق، اشمعنى انا حطيتني تحت؟ هو انا من البطه السوداء يعني؟ يقول لك يعني انت عايز ايه؟ يقول لك انا عايز ابقى زي الابر، يعني انت عايز ايه؟ انا عايز الميزيال بتاعي يبقى ستريت والديستال بتاعي يبقى كونفكس. وبناء عليه حضرتك قدامك صوره من اتنين للور مولرز، لان تلاقي الميزيال بتاعهم كونكيف فدايما الديستال بتاعهم هيبقى ستريت وده العادي، لاما يكونوا عايزين يعملوا زي الابر مولرز الميزيال بتاعهم يبقى ستريت والديستال كونفكس. ها يبقى انا عندي ممكن ده وممكن ده على حسب الكتاب اللي حضرتك بتذاكر منه. فلما حضرتك تيجي تقرا الاوتلاين هتلاقيني كاتبها لك، هتلاقيني كاتب لك ايه؟ هتلاقيني كاتب لحضرتك انه الميزيال اوتلاين بتاعي كونكيف والديستال ستريت ده العادي، وهتلاقيني كاتب لك جنبها كلمه اور ان الميزيال يكون ستريت والديستال كونفكس. وقلت لك ده يبقى شبه مين؟ يبقى بيحاول يقلد اخوه الابر، الابر مولرز، يبقى ده موجود وده موجود. لو قلت ان الميزيال كونكيف يبقى ديستال ستريت، ولو قلت ان الميزيال ستريت يبقى ديستال كونفكس على طول. تمام تمام، الموضوع بسيط جدا وسهل. يبقى تاني بنراجع على البكال سيرفيس السكيما، الجيومتري، الجيومتري ترابزود شورت ان ايفن سايز لوكيتد سيرفايكال، الاوت لاينز، الميزيال كونكيف والديستال ستريت، او الميزيال ستريت والديستال كونفكس، على حسب الكتاب بتاعك وعلى حسب حضرتك بتذاكرها ازاي، مش مشكله، لكن انت فهمت القاعده وفقره التشييد جمعتها لك. تمام، هندخل على ستريت من فين لفين؟ ستريت من السيرفايكال لاين لحد الكونتاكت، كونكيف من فين لفين؟ من السيرفايكال لاين لحد الكونتاكت. عايزين طب مكان الكونتاكت فين؟ ما انا قلتها لك، ميزيال عند الجنكشن، ديستال مور سيرفايكال عند الميدل اوف ميدل، جنكشن اوف اوكلوزر وميدل الميزيال، والديستال مور سيرفايكال عند الميدل اوف ميدل، سهله وبسيطه، سهله وبسيطه. كونفكس عند الكونتاكت وثم كونفكس عشان يعمل الكاسب سلوب، يبقى الدنيا سهله وبسيطه جدا والامور واضحه مع حضرتك. طيب يفضل لي السيرفايكال لاين او السيرفايكال اوت لاين، يبقى انا كده خلصت لحضرتك ميزيال وديستال اوت لاين، ميزيال وديستال كونتاكت اريا، ميزيال وديستال سلوب، وجمعتهم لك بفضل الله عز وجل. فاضل لي مين؟ اخونا السيرفايكال لاين اللي تحت، وبعد كده هكلم لك عن الاوكلوزر. السيرفايكال لاين بيظهر عنده كلمه رقم 2 في ال 3 دي، فاكرهم؟ كلمه السر 3 دي، اول دي كانت ديستال كاسب، ثاني دي الديبنج. ايه بقى كلمه الديبنج؟ الديبنج ده بيحصل عند السيرفايكال لاين. يعني ايه يا دكتور؟ مش فاهم يعني ايه. احنا عايزين نفهم موضوع الديبنج ده. اقول لحضرتك تعالى نتخيل مع بعض حاجه بسيطه خالص. الطبيعي لو انا طلبت منك ترسم لي السيرفايكال لاين هتعمله كالاتي، هتقوم شادد لي خط كده، هتقوم شادد لي خط عامل كده، ده السيرفايكال لاين كونفكس توورد الروت، كونفكس توورد الروت. بنعرفه من اول ما بدانا الدنتيشن لحد النهارده، ده يعني ايه الحيطه المايله اللي كلمه ونص وبتخلصه، ما فيش فيه كلام كتير. عظيم عظيم. جه عند اللور سكس قال لك بقى يا عم كفايه بقى يا عم، انت كل ده عمال تتكلم عن كل الناس ما عدا انا، ماليش نصيب يعني تتكلم عن، انا النهارده بقى هرخم، انا عندي، انا النهارده قررت ان انا يتقال عني كلام كتير. طيب اول الكلام اللي هيتقال عنه ان عنده حاجه اسمها الديبنج. ايه الديبنج ده؟ يقول لك والله انا شايف انت رسمتني ازاي، انا بقى مش عاجبني الوضع ده، انا هفضل ماشي 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 وبعد كده هاجي انزل هنا شويه واقوم مكمل. يعني ايه ده؟ ايه اللي حصل ده؟ ايه النزول ده؟ النزول ده هو الديبنج. يعني ايه هو السيرفايكال لاين ده؟ بيمارك ايه يا جماعه؟ بيمارك الحد الفاصل ما بين الكراون وما بين الروت. الكراون ده اللي متغطي بايه؟ بالانامل. مش الكراون اللي فوق ده متغطي بالانامل؟ يا دكتور. وتحت متغطي، ده الروت اللي متغطي بالسمنتم. ده الحد الفاصل ما بين السمنتم والانامل اللي احنا كنا بنسميه سمنتو انامل جانكشن. صح صح. الطبيعي ان هو يكون ماشي كده بشكل مستقيم، يعني كونفكس بس ايه، ريجولار، يعني ما فيش فيه اي ريجولاريتي. فلسبب ما ولا يعلمه الا الله، بدل ما يبقى الانامل ماشي 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 هو منتهي، ده الفرق بين الانامل والسمنت، السمنت ماشي كده، شويه انامل شويه انامل يقرروا ان هم هننزل هنا ونغطي جزء من ايه، من الروت ونعمل كده. هل الجزء اللي احنا غطيناه من الروت ده لسه روت؟ لا. مش احنا قلنا ايه الفرق بين الاناتوميكال كراون والكلينيكال كراون؟
الاناتوميكال كراون اي جزء متغطي بالانامل. فده الجزء اللي حصل فيه الديبنج ده, الجزء اللي حصل فيه النزول ده اصبح بارت من الاناتوميكال كراون. يعني بقى الكراون كله كده ازرق 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 ازرق, كل ده كراون متغطي بالانامل, والحته الانامل اللي نزلت لتحت دي, فحته الانامل اللي نزلت لتحت دي بيسموها ايه يا دكتور؟ البيرل. انامل بيرل بيسموها دكتور انامل بيرل, هي دي. يبقى ده معنى كلمه الديبنج. يعني ايه الديبنج دي؟ يعني ماشي ماشي انامل عادي 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 وجي في حته كده وقام نازل انامل وقام طالع تاني ومكمل, فده معنى كلمه الديبنج. فبنقول ان السيرفايكال لاين كونفكس توورد الروت وكل حاجه, ولكن في ديبنج عند منطقه ايه دي؟ ايه منطقه؟ هو جه في النص. منطقه النص دي هي منطقه البيفوركيشن, قصاد منطقه البيفوركيشن منطقه الانفصال بتاعه الروتس وبعضها, وحصل ديبنج لتحت. حصل ديبنج يعني حصل لوكالايز مش لوكالايز فورميشن في انامل, لا الانامل عمل كفرج البارت من الروت في المكان ده, عمل حاجه اسمها انامل بير. عظيم يا دكاتره, عظيم يا دكتور. ويبقى ده اللي واضح قدام حضراتكم. لما نيجي نتكلم عن سيرفايكال لاين هقول لك ان هو سلايتلي ستريت او كونفكس, مشيها براحتك عايز تمشيها, ويز ديبنج انتو البايفوركيشن اريا. يعني ايه كلمه ديبنج؟ يعني ينزل شويه عند البايفوركيشن اريا عشان يديني حته الانامل بير اللي وريتها لحضراتكم. خلينا نجيب لحضرتك صوره اخرى عشان حضرتك تتخيل معايا الموضوع شويه. شايف السيرفايكال لاين هنا ماشي ازاي؟ ماشي 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 عادي, وجه هنا قصاد البايفوركيشن اريا وقام نزل حته صغيره وقام مكمل تاني. هو ده معنى كلمه الديبنج اللي انا بكلمك عنه. الديبنج او الانامل بير اللي بتتكون, ده معنى اللي انا المعنى اللي انا عايز اوصله لحضرتك. وده كلمه ثانيه من كلمه السر اللي احنا اتكلمنا عليها. بقى ايه هو, ايه هي تفسير كلمه السر يا دكتور؟ كلمه السر بتقول لي ان انا عندي اولا ديستال كاسب, ثانيا عندي الديبنج, ثالثا عندي الديستولينجال كونفرجنس. في كده كلمه سر واضحه لحضرتك وضوحا تاما كاملا. طيب فاضل لي مين في الاوتلاينز؟ فاضل لي الاوكلوزال اوتلاين. وانت حضرتك هنا هتجاوبني مما يتكون الاوكلوزال اوتلاينز فورمد اوف ايه. كنا بنتكلم الاوكلوزال اوتلاين في الابر 6 والابر 7 كنا بنتكلم ان هو تو كاسب. اقول لك الميزيوبكل والديستوبكل ومين اكبر ومين اصغر ومين اطول ومين اقصر ومين شاربر ومين من ليس بوينتد. الكلام ده انا هنا عندي ثلاث كاسبات, ميزيوبكل وديستوبكل وديستال. يا دكتور ده انا كنت بتوه في الكاسبين, دلوقتي بقوا ثلاثه, انا اكيد اكيد مش هعرف اذاكرهم. اقول لك بص مذاكرتهم اسهل من السهوله, تعال نمسكهم واحد واحد. ده الميزيوبكل صح, وده هو الديستوبكل, وده هو الديستال. خمس كلمات هتكررهم بالتتابع عليهم هم عليهم هم الثلاثه, وتخلص بيهم السلايد دول, السلايد دي كلها خمس كلمات هتمشي بيهم على كل كسب فيهم وتوصفوا الوصف الانسب فيه. ايه هم الخمس كلمات دول يا دكتور؟ تعال نكتبهم سوا مع بعض. اول حاجه الوصف الاولاني اللي هو لارج. لارج يعني الحجم كبير ولا صغير. الوصف الثاني وايد اللي هو الحجم العرض, بنتكلم عن العرض بس. ثم لونج اللي هو الطول او اللينس. ثم اللهم صل على سيدنا محمد الشاربنس, هل هو شارب ولا لا, تمام. واخيرا الانجل بتاعتي عامله ازاي, والانجل دي هيكون معاها السلوب, تمام. الانجل دي هيكون معاها السلوب. عظيم عظيم. خمس كلمات هتوصف بيهم الثلاث كسبات دول كالاتي. اول حاجه حط لي بقى الكسبات دول, هحط لك الكسبات يا دكتور. اول واحد فيهم الميزيو باكال كاسب, ثم الديستو باكال كاسب, ثم الديستال كاسب. كلمه السر ديستال كاسب, ماينور كاسب. يعني ايه ماينور؟ يعني اصغر واحد فيهم كلهم. ما انت شايف الصوره عامله ازاي, اصغر واحد فيهم كلهم يعني اكتر واحد فيهم صغير واكتر واحد فيهم قصير واكتر واحد فيهم رفيع, هو فيه كل حاجه. وده الحجم الوسط وده الحجم الكبير. هما الخمس كلمات اه يحسسوك كده ان الموضوع كبير, ولكن الموضوع خفيف خالص. ده الحجم الوسط في كل حاجه, ده اخونا اللي في الوسط ده الحجم الوسط في كل حاجه, وده الصغير في كل حاجه, وده الكبير في كل حاجه. يعني ايه ده؟ دي كلمه لارج. تعال نمشي على اول كلمه, ده هو اللارجست. يعني ايه كلمه لارجست؟ الميزيو بكل الاكبر فيهم هم الثلاثه, مش بتكلم على الخمسه, هم خمس كسبات, بكلمك دلوقتي على بكل سيرفيس بس. اللارجست اللي فيهم, وده لس لارجر, وده السمولست. يعني ايه اصغر واحد فيهم؟ ادي اول وصف وايد, ده الوايدست اكبر واحد فيهم, اعرض واحد فيهم, ده لس وايد. وده نارو اصغر واحد فيهم, ماينور كاسب, النارويست اللي فيهم. لونج ده اللونجست. يعني ايه كلمه لونجست؟ يعني اطولهم, ده لس لونج, وده الشورتست اقصرهم, شورتست. شايف الموضوع بسيط وسهل ازاي لما ترتب المعلومه في دماغك؟ خمس كلمات ماشي بيهم بالترتيب, ده الاكبر في كل شيء, وده الوسط في كل شيء, وده الاصغر في كل شيء. تعال بقى على كلمه شارب. هنا بقى هنعكس,
تتوقع. وانا قلت لك قبل كده كل ما اكون وايد وكل ما اكون عريض كل ما الكاس بتبقى انجل بتاعتي هتبقى رايت انجل ولا هتبقى مفتوحه اوبتيوز؟ طبعا هتبقى اوبتيوز. فالانجل هنا هتبقى اوبتيوز للعريض ده، وهتبقى هنا رايت انجل للصغير ده اللي هو رفيع ده، ده هو رفيع وقصير وصغير وهيبقى عامل كده رايت انجل. عظيم عظيم. واللي في النص في النص ليس اوبتيوز، ها ليس اوبتيوز زن ده، يبقى ده اوبتيوز مور اوبتيوز، ده ليس اوبتيوز دي رايت انجل، صح كده؟ صح. طيب تتوقع في الشارب شاربنس النايم والانجل بتاعته اوبتيوز ده هو اللي هيبقى شاربر، ولا المدبب والاسلوبس بتاعته عامله كذب، الكذب بتاعه عامله الكذب تيب بتاعته عامله رايت انجل، مين فيهم اللي هيبقى مدبب؟ يبقى ده انتصر في حاجه واحده فقط في دي الشاربنس، ده هو الشاربست اللي فيهم، يعني اكتر واحد فيهم مدبب، اكتر واحد فيهم بوينتد، وده ليس زان ده ليس زان الديستال، يعني ده حجم وسط، فيبقى ليس شاربست زان ده، وده هو الليست شاربر، يعني اقل واحد فيهم في الشاربنس، ده اقل واحد فيهم في الشاربنس. يبقى الاختلاف الوحيد في كلمه شارب، واختلاف منطقي، بما انك انت الادخن والاعرض وكل حاجه فانت اكيد مش هتبقى شاربر، وبما انك انت الارفع والاضيق والاصغر فانت هتبقى شاربر جدا او الشاربست اللي فيهم. عظيم عظيم. وهنا الخمس اوصاف احنا مشيناها. طيب فاكر فاكر السلوبس؟ اه انا قلت لك الاوتلاينز وقلت لك السلوبس، كل المولرز الكاسب ريدج او الكاسب سلوبس بتاعتهم كلهم كونفكس. عظيم. بس السؤال مين فيهم مور كونفكس زان التاني؟ يعني التلات كاسبات دول الميزيو بكر والديستو بكر والديستال مين فيهم اللي السلوبس بتاعته مور كونفكس؟ تتوقع اللي نايم ده اللي نايم واللي عامل اوبتيوز انجل هيبقى هو اللي مور اوبتيوز، ولا المدبب واللي عامل التدبيبه بوينتد هو اللي مور اوبتيوز؟ طيب هو يعني ايه انا اسف هو اللي مور كونفكس؟ يعني ايه كونفكس اصلا يا دكاتره؟ ادي الكاسب تب فوق اهي. عظيم عظيم. تعال نرسم لك الميزيو بكل والديستال والديستو بكل والديستال وانت وصفهم. بما ان ده الكبير اللي فيهم اللي هو الميزيو بكل هرسمه لك عامل كده، ده ما هو ده الكبير اللي فيهم، والديستو بكل هيبقى عامل كده، اما الديستال هيبقى عامل كده. تتوقع مين فيهم اللي مور كونفكس؟ يعني لما اعمله لك كده مين فيهم اللي واخد كيرف اكبر؟ مين فيهم؟ تتوقع الميزيو بكل تحس انه نايم مفتوح كده عامل كده فكانه ستريت او فلات، الكونفكستي هتزيد اكتر في الديستو بكل وهتزيد قوي 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 في الديستال، ده مور كونفكس عامل ازاي؟ ده هتحس انه عامل كده، يعني الكيرف بتاعه كبير جدا لانه هو صغير وضيق. تمام. فدي الاوصاف الخمسه والانجل مع السلوبس عشان حضرتك تبقى رابط دايما الانجل مع اللي هو الكاسب تبقى انجل مع الاسلوب اللي هتكونها. يبقى تاني يا دكاتره الميزيو بكل الوايدست اللارجست اللونجست والليست شاربنس والانجل بتاعته اوبتيوز والسلوبس بتوعه ليس في ليس كونفكس. الديستو بكل الحجم الوسط هو الوسط في كل شيء، وسط ما بين هذا وذاك. طب الديستال هو الشورتست النروست اللهم صل على محمد السمولست ولكنه الموست شاربر، اكتر واحد فيهم شاربر والانجل بتاعته رايت انجل والسلوبس بتوعه مور كونفكس او الموست كونفكس فيهم هم الثلاثه. تمام كده؟ تمام. يبقى هم انتصروا في ثلاث حاجات والديستال انتصر في ثلاث حاجات، انتصر في الشاربنس هو الموست شاربر فيهم، وانتصر في الانجل هو الرايت انجل اللي فيهم، وانتصر في اللهم صل على محمد السلوبس بتوعه هو الموست كونفكس فيهم هم الثلاثه، هو الباقيين هم انتصروا فيهم. خلاص كده فاهمين؟ كمل رايت الداتا بتاعتنا. ادي السلايد ده اللي انا شرحته لك. انا عندي الاوكلوزال اوتلاين مما يتكون الاوكلوزال اوتلاين بيتكون من ثلاث كاسبات، الميزيو بكل كاسب الام بي سي الديستو بكل كاسب والديستال كاسب. كلمه السر ديستال كاسب، ديستال كاسب شوف السمولست الاصغر اللي فيهم، النروست الاضيق اللي فيهم في العرض، الشورتست الاقصر اللي فيهم، ولكنه الشاربست الموست شاربست، اكتر واحد فيهم بوينتد، اكتر واحد فيهم شاربست وفيري كونفكس. يعني ايه فيري كونفكس؟ السلوبس بتوعه كونفكس جدا جدا عشان يحقق لي الانجل اللي هي الايه الرايت انجل اللي احنا اتكلمنا عليها. عظيم عظيم. طيب هنا الديستو بكل منطقه وسطا ما بينهما جميعا، الميزيو بكل اللارجست الوايدست اللونجست ليست شارب اقل واحد فيهم في الشاربنس، والكاسب سلوب او الكاسب ريدج بتوعه سلايتلي كونفكس. طب وده شايف سمولر زان ده، نارور زان ده، شورتر زان ده، ولكنه شاربر اكتر منه، والسلوبس بتوعه كونفكس اكتر منه، والانجل بتاعته ليس اوبتيوز اكتر منه. عظيم عظيم. ادي الاوصاف الخمسه وادي الكلام الداتا. لو انت بتيجي تقرا الداتا وخلاص كده
او تقرا كتاب انت هتفهم واحد تيجي تتلخبط في الثاني تتلخبط في الثالث. فانا رتبت لك الاوصاف وعملت لك المقارنه وظبطت لك كل حاجه مختلفه عن الكتاب ومختلفه عن الملازم اللي حضرتك تذاكر منها، ولكن هي مرتبه ترتيب يخدم المعلومه، وحضرتك كده فهمت كل حاجه ورتبتها ترتيب صحيح ومش محتاج حاجه اكتر من كده. عظيم عظيم. طيب كل الكاسب بريدج بيكونوا كونفكس، ولكن مع الاختلاف الديستال كاسب اكتر واحد فيهم في الكونفكسيتي، والميزو باكل اقل واحد فيهم.